المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أخرجت أحرار العالم إلى الشوارع تنديداً بالعدوان الصهيوني وتضامناً مع الشعب الفلسطيني، حاملين لشعارات ورموز تعبر عن نضال الفلسطيني. أتعرف معكم على أبرز هذه الرموز. العلم الفلسطيني هو رمز وتاريخ طويل من النضال والثورة في وجه المحتل، وراية يستخدمها الفلسطينيون منذ النصف الأول من القرن العشرين للتعبير عن تمسكهم بحقهم في تحرير أرضهم المحتلة، ويعود سبب اختيار ألوانه إلى ارتباطها بالثقافة الفلسطينية. الكوفية. كان الفلسطينيون يستخدمون الكوفية كوسيلة لتغطية وجوههم ولإخفاء هويتهم وتجنب اعتقال من طرف الاستعمار البريطاني، لتصبح بعد ذلك رمزاً للتضامن، ثم تحولت إلى رمز للنضال والمقاومة بعد نكبة 1948. غصن الزيتون. استخدم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات غصن الزيتون في خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974، وقال عرفات إنه يحمل بندقية في يد وغصن الزيتون في اليد الأخرى، وإنه لا يسمح لأحد بإسقاط الغصن من يده، تعبيراً على أنه رمز للسلام والصمود والمقاومة الدائمة والمستمرة. حنظلة. هو رسم كاريكاتوري لطفل صغير في العاشرة من عمره يرتدي ملابس مهترئة، يضع يديه وراء ظهره ويتجول حافي القدمين في عالم مليء بالظلم والصراعات. ظهر للعالم لأول مرة سنة 1969 في جريدة السياسة الكويتية. رسم حنظلة الرسام الفلسطيني ناجي العلي، واستوحى الكاريكاتير من قصته الشخصية وما عاشه مكرها في طفولته رفقة آلاف الأطفال الآخرين الذين كبروا مضطرين في مخيمات اللاجئين. البطيخ. في ظل حظر شبكات التواصل الاجتماعي لكل صوت داعم للقضية الفلسطينية، لجأ الناشطون إلى حيلة ذكية للتعبير عن رأيهم ودعم المقاومة بعيداً عن مقص الخوارزميات. تمد الفلسطينيون صورة البطيخ لأنه يحمل نفس ألوان علم بلدهم، لكن قبل بداية الحظر على السوشيال ميديا استخدمته التنظيمات الفلسطينية ضمن خططها خلال الانتفاضة الأولى قبل معاهدات أوسلو عام 1993.